فتاة تطعن صديقتها المفضلة 65 مرة على أثر صورة تعري. صعق المجتمع المحلي في نورث ويسترن مكسيكو على أثر الجريمة التي ارتكبتها فتاة عمرها 16 عاما في مدينة تتفشى فيها المخدرات والعصابات. تظهر الرسائل المتبادلة بين الفتاتين على فيسبوك الكثير من المودة والتقارب بينهما، إلا أن العلاقة بينهما تدهورت بعد أن نشرت آن البي على صفحة صديقتها إيراندي إليزابيث غوارتيز صورة لها في وضع محرج مع فتى. وقع خلاف بسبب الصورة بين الفتاتين، وأخيرا قامت آن بدعوة غوارتيز إلى بيتها لتسوية الخلاف. بعد برهة طلبت غوارتيز الذهاب إلى الحمام، إلا أنها ذهبت إلى المطبخ وحملت سكينا وقامت بطعن صديقتها 65 مرة. تظاهرت غوارتيز بالحزن على فراق أنيل فذهبت إلى جنازتها، وهناك قبض عليها من قبل الشرطة بعد أن اكتشفوا الجريمة. حكمت المحكمة على غوارتيز بالسجن 7 سنوات باعتبارها قاصرا، وعائلة الضحية تحاول دفع السلطات زيادة عدد سنوات السجن باعتبار المجرمة مسؤولة عن أفعالها الشنيعة.